تنظم كلية العلوم القانونية والاقتصادية والشركة كل سنة ندوة دولية حول موضوع المرأة، وتم اختيار هذه السنة موضوع آني، موضوع مهم، ألا وهو نظرات متقاطعة حول تحولات وضعية المرأة في القرن 21، إصلاحات، منجزات ومكتسبات. فهذه الندوة اللي كتنظمها كلية بمشاركة عدة دول شقيقة من جنوب إفريقيا، من المغرب العربي، وكذلك من دول الخليج، بمشاركة بعض الدول الأوروبية. العالمي للمرأة الذي يعتبر فرصة سانحة مزيد من الدعم لحقوق المرأة ومشاركاتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والهدف من هذه الندوة هو الوقوف عن كتب عن مدى ما حققته المرأة بصفة عامة والمرأة المغربية في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ومواكبتها في النضال من أجل مغرب أفضل وغد أفضل. تظاهرة علمية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، واللي من خلاله اختارينا هذا العام موضوع الإنجازات ومكتسبات اللي صالح المرأة، والمحاور اللي كيضموا البرنامج ديال هذا التظاهرة كتصب في جميع العلوم والتخصصات، فيها لا سوسيولوجي، فيها لا سيكولوجي، فيها سي توسكي بوليتيك جوريديك. الوغ حنايا حاولنا نقيسوا جميع التخصصات باش تكون واحد الرؤيه متكامله، باش نحاولوا نفكروا اونصومبل على في القضايا اللي كتخص المراه. دخلتي النهارده كان حيبقى بامر الله عن مفضلات الادب الايروتيكي في التراث العربي، قراءه في كتاب من كتب التراث العربي القديمه كان بعنوان نصف العمر في التفضيل ما بين البيدي والسودي والسومبل. الكتاب بعنوان الفضاءات أو نسوة العمر بيتناول باختصار فكرة تفضيل كل الأجناس وتفضيل كل الألوان، وحد فكرة التحيز لجنس على آخر أو للون على آخر، وفكرة الجمال لابد أن تكون موضوعة في كل صنوف النساء، سواء كانت المرأة بيضاء أم سمراء أم سوداء، وكيف أن المرأة كيان جميل في كل أشكاله وفي كل ملامحه وفي كل تشكلاته وفي كل الأماكن اللي بتواجد فيها. المرأة هي نصف المجتمع تعدادة، وهي من تنجب النصف الآخر، وهي من تهتم بالجميع سواء كان في الداخل المنزل أو في الخارج. المرأة لا نريد أن نصفها، لأننا سنقصر بالتأكيد في حق المرأة، إن هي الإبنة وهي الأم وهي الزوجة وهي الصديقة والزميلة. المرأة هي تعتبر الحاضن الأساسي والمهم في كافة المجتمعات. نلتقي اليوم في رحاب هذه الكلية وفي هذه الندوة التي اتخذت المهمة عنوانا وزمنا للحديث أو للتشاور لتوضيح أو تسليط الضوء على دور المرأة لصقل هذا الدور وتبيانه للأفراد المجتمع، خاصة الطبقات المتعلمة منهم.
Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici dans le cadre de la troisième édition du colloque international par rapport à la femme. Donc je participe à ce colloque pour parler de la femme et de la responsabilité au sein du travail. Donc pourquoi est-ce que la femme, elle n'arrive pas encore à assumer des postes de responsabilité? Donc la femme travaille, la femme joint aussi bien ses responsabilités de femme au foyer, de mère, d'épouse et travail. Pourquoi est-ce qu'au niveau du travail, elle n'arrive pas encore à atteindre les sommets de la hiérarchie? المرأة تلعب دور كبير جدا في تربية النشأ وتحول كل التحولات الاجتماعية واللي بتنعكس عليها تحولات اقتصادية أخرى هي بسبب المرأة. هذه المجموعة الطيبة في جامعة مولاي إسماعيل هي جزء من هذه المشاركات العظيمة، وأعتقد أن أنها مشاركة مهمة جدا الآن، وسوف تأتي بملخصات طيبة. أعتقد على أن المستقبل يعني متفائل جيد فيما يتعلق بتصحيح الاختلالات، دون أن أنسى قانون الشغل بنفس اللي تحدث الأستاذ القري عن التمييز الإيجابي داخل مدونة الشغل، والأمر كله يبعث على الإطمئنان. أعتقد على أن المجتمع المغربي عازم على إلى عناية فائقة لحقوق الإنسان بمفهومها العالمي الكوني الشامل، حقوق الرجل، حقوق المرأة، الأسرة، الطفل، دون نسيان دعم وضعية المرأة لأنها تعتبر في وضعية هشاشة. وكما قلت، الأمر يتطلب مزيدا من الوقت وجهودا أكبر ورصيدا أكبر من الصبر، لأن هذه الإصلاحات لا تتحقق بسرعة بين عشية وضحاها.